أسوأ الدول الإفريقية التي يمكنك العيش فيها. عاشرا، النيجر، تعاني من الفقر المدقع والبنية التحتية الضعيفة. تاسعا، غينيا، تعاني من الفقر وتحديات صحية وتعليمية. ثامنا، إريتريا، بسبب القمع السياسي وسوء حقوق الإنسان والظروف الاقتصادية السيئة. سابعا، مالي، تعاني من الإرهاب والصراعات المسلحة وسوء الأوضاع الاقتصادية. سادسا، بوروندي، تعاني من الفقر والصراعات والنقص في الخدمات الصحية والتعليمية. خامسا، تشاد، تعاني من البنية التحتية الضعيفة والفقر وسوء التعليم. رابعا، الكونغو الديمقراطية، تعاني من العنف والفساد والفقر. ثالثا، جمهورية إفريقيا الوسطى، تواجه صراعات طويلة الأمد وفقر شديد ونقص في الخدمات الصحية والتعليمية. ثانيا، الصومال، بسبب عدم الاستقرار السياسي والإرهاب ونقص الخدمات. أولا، جنوب السودان، بسبب النزاعات المستمرة والفقر الشديد والنقص الحاد في الخدمات الأساسية.